الطلبة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، وأرحب بكم مرة ثانية بمحاضرتنا لهذا اليوم. هذه المحاضرة هي محاضرة يعني خلينا نقول الأهم، بالرغم من أن هي المحاضرة الثانية. إحنا بالمحاضرة الأولى أخذنا مقدمة وبعض التعاريف ويعني الأسس البسيطة لما يخص موضوع علم السموم وعلم السموم السريرية الكلينيكال توكسيكولوجي. لكن هذه المحاضرة هي المدخل الرئيسي اللي راح يكون المفتاح اللي من خلاله راح نقدر نعرف باقي المحاضرات. هذه المحاضرة هي من أهم المحاضرات الموجودة. هذه المحاضرة هي بعدين راح تقدر من خلالها يعني تعرف وتتعرف على يعني موضوع فيما يخص التسمم الدوائي بالذات في المحاضرات القادمة. فلذلك ما راح أشرح هاي المحاضرة هي يعني الأساسيات راح تشوفوها تقريبا راح تتكرر في كل محاضرة، واللي هي إحنا هاي المحاضرة هي من اسمها treatment of toxicity، اللي إنه كيف تتم يعني معالجة حالة تسمم. يعني إحنا أول شيء هو clinical toxicology، وقلنا clinical toxicology شنو هو، فشلون من خلاله إحنا راح نقدر يعني نتعامل ويا حالة تسمم وصلتنا للمستشفى، الطوارئ، مركز التعلامات السموم، كيف يتم التعامل مع حالة تسمم. فراح هاي المحاضرة هي بصورة عامة أسس عامة جنرال، وكل حالة تسمم لكل مادة أكيد عندها طريقة خاصة، لكن بصورة عامة أكو طرق خاصة عامة تشمل يعني ويتم اتباعها تقريبا لأغلب الحالات. فلذلك احنا هنا راح بهاي المحاضره راح نتطرق لها على مود يكون الطالب عنده معرفه، والمام من نجي مثلا على ماده او دواء نريد نشرح حاله التسمم. فلذلك هاي المحاضره العامه اللي راح اشرحها هسه، من بعدها راح تشوفون انه راح يصير يعني مفرداتها راح تتكرر بالمحاضرات القادمه. فاول ما راح يعني نجي على بركه الله المحاضره هذه، وهسه راح يعني ابدي اشرح لكم محاضره يعني بالشكل المفصل. يعني من تسمم حاله التسمم احنا نخلي بالنا اكو اربع خطوات رئيسيه احنا نخليها بهالاعتبار. الخطوه الاولى اللي هسه راح اشرح لكم اياها، والخطوه الثانيه اللي هي احنا عندنا prevention of absorption من الانفصال او نسميها decontamination، والخطوه الثالثه اللي بعد اذا ما صار عندنا الابزوربشن اللي هي enhanced elimination، والخطوه الرابعه اللي هي الانتيبود. على مود نفهم باقي الخطوات لازم نمر بال يعني الخطوه الاولى اللي هي اساس يعني يعني الاجراء الاولي او يعني رده الفعل الرئيسيه اللي احنا شكلي يعني مثل ما تشوفون بالفيجر لازم نحدد عندنا الاي بي سي. الاي بي سي هي هاي هذا الفيجر مهم نشرح منه، انه من تجي حاله مريض احنا ننتبه على ثلاث امور مهمه اللي هي الريسبيرتوري فانكشن والكارديوفاسكولار والسي سي ان اس. يعني هاي ثلاث يعني الفقرات الرئيسية الثلاثة هي كلش مهمة، من خلالها احنا نقدر يعني نحدد ونشوف اولا المريض شنو وضعها، وانه هي هاي الاشياء هي يعني لايف ريتنج، هذه الاشياء هي تحدد حياة المريض اذا تخربطت احدى الاشياء. يعني الريسبيرتوري فانكشن التنفس مالته يحتاج اكسجين او لا، ويعني مثلا من نجي على الكارديوفاسكولار نشوف الهارت ريت، نشوف البلد بريشر، هاي يعني كلها اشياء مهمه. وكذلك نشوف عنده كونفالجن مثلا فاقد الوعي او لا، كلها هذه لانه هسه احنا يعني اول اجراء اولي نحاول نسيطر على يعني اول اجراء نحاول نسيطر على هذه الثلاث امور الاي بي سي الريسبيرتوري والكارديوفاسكولار والسي ان اس. هذه دائما انا يعني اعيدها واشرحها، وكثير من الطلبه
يتناساها وقتها يعني يبدي باتجاه الانتيدوت او غيره. لا، احنا اذا نجي نشوف كيس وهاي الكيس هي امرجنسي وبالطوارئ، فاحنا نخلي ببالنا. طبعا هذا المانجمنت يصير عادة في غرفة الطوارئ. فأول تصرف احنا يعني نتوقعه من يعني الطوارئ انه يجب الانتباه على هذه الامور الثلاثة. في حالة موجودة واحدة من عندهم او اكثر من واحدة يجب معالجتها يعني فورا، ومن ثم نبدي عاد يعني نتجه الى الاجراءات الاخرى. طبعا الاجراءات الاخرى اللي هي تعتمد انه من بعدها نحاول نحصل على الهيستوري ونحاول نحدد المادة ونقرر اذا هي هاي المادة سامة او غير سامة، او اذا هي هاي المادة بعدين تحتاج يعني معالجة او لا. المهم انه يعني لربما مثلا هاي الاعراض متوهمين انه ماخذ مادة، او يعني انه يعني اللي هو المرافقين المريض في حالة ما يسمح لانه يعني نسأله. فاحنا المهم نعالج اذا اكو هذه الثلاث امور الرئيسية الاي بي سي الريسبيرتوري بي الكارديوفاسكولار سي السي ان اس، ومن بعدها اذا شوية استقرت الحالة نقدر بعدين هسه راح نجي نشوف شلون نحدد المادة السامة. واذا قدرنا نحدد المادة السامة نقدر نشوف يعني تستوجب بعدين بالاجراءات، او لربما هي المادة مو سامة والموضوع يعني ممكن يتم السيطرة عليها بشكل او باخر. فهذا يعني هي الخطوة الرئيسية الاولى المهمة التي احنا ننتبه عليها. اكررها، هذه هي خطوة رقم واحد في اي حالة تسمم تجي، خصوصا حالات الطوارئ اللي هي الاي بي سي اللي موجودة بالفجر او الدايجرام اللي امامكم. ارجو الانتباه عليها انه احنا نحدد ونحاول نسيطر على اي خربطة من هذه الامور الثلاثة، والخطوة اللي من بعدها نحدد المادة يلا على ما نقدر نقرر شنو الاجراءات اللي نسويها. هذا الفجر، هاي الخطوات هي اهم ما ممكن احنا نتصرف به كردة فعل سريعة خلال حالة التسمم. اذا قدرنا نحدد المادة السامة عن طريق الهستوري، او اذا كان اكو مرافق او مثلا بعض الاشياء اللي قدرنا نحصل عليها من خلال يعني المكان، اخر مكان كان به المريض كان بها، اذا ما قدرنا فاكو حالة انه نضطر نسوي جنرال سكرينينج. الجنرال سكرينينج انه تقريبا المواد خصوصا الدوائية الرئيسية التي اذا يعني قدرنا نعرف ان الحالة هي تسمم كيميائي، فنحاول المواد اللي هي عادة يعني تصير بها حالات التسمم المسجلة بها حالات التسمم واللي هي هاي الموجودة عندكم اياها بالقائمة. يعني بصورة عامة هو يعني هذا جنرال سكرينينج احنا اذا متوفر عندنا، طبعا بالمستشفيات مو دائما متوفر، بمركز التعلامات السهم موجود هذا الشيء. يعني هو qualitative test يعني فحص نوعي بس يقدر يحدد انه اكو هاي المواد او لا، يعني بدون تحديد النسبة. لكن مع هذا ما راح يطلع لنا انه المريض اذا موجود ماخذ واحدة من هذني، واذا هو ما يستخدمها يعني مثلا cardiovascular drugs اذا هو ما يستخدمها ما عنده مشاكل بالcardiovascular، ربما اذا تتجه الانظار انه حالة تسمم بوحدة من يعني هذه الأدوية، أو مثلا الأنالجيسيكس أو الأنتي ديبريسنت وهكذا. فهاي يعني من خلال الجنرال سكرينينج. وإذا احنا قدرنا نحصل معلومات عن الدواء أو المادة يعني اللي صار بها التسمم يكون أفضل عن طريق الهيستوري بالنسبة اللي رح ناخذها من المريض. الهيستوري أو يعني يعني أرشح أو تاريخ حالة المريض وتثبيتها كلش مهم، ذلك من خلال نقدر نحدد شنو هي المادة السامة وكميتها ووقت يعني التناول أو التعرض لهذه المادة. وطبعا هذه يعني كلش مهمة هاي النقاط الذاتية. بالإضافة إلى ذلك المريض قبل ما يجي يعني لردة الطوارئ لمركز السموم يعني
يعني أخذ بعض يعني الإسعافات الأولية أم لا؟ أخذ خلالها يعني مثلا سد تريتمنت بدائي أو لا؟ الحالة النفسية للمريض يعني هل هو مثلا الفترة الأخيرة عنده مشاكل نفسية بحيث لربما يشوف إنه حالة انتحار؟ هذه طبعا كل هالأمور يعني مهمة، طبعا بالإضافة إلى أنه المريض هل هو فاقد الوعي أو لا، هذه كلها يعني بالتتابع. طبعا أكو استمارات خاصة، أكو استمارة خاصة بمركز استعلامات السموم العراقي اللي موجود في دائرة مدينة الطب في الطابق الأرضي مستشفى الجراحات التخصصية. هذا طبعا يعني المركز الرئيسي أو اللي كان يكون ربما الوحيد اللي متخصص بهذا الجانب، ويحكى على أطباء عندهم خبرة وممارسة، وكذلك فهذه الاختصاص يتمكنون من أنه يعني يقدمون الخدمة بهذا المجال. فمعرفة المعلومات وتثبيتها ويعني التأكد منها شيء ضروري لأجل استمرارية عمل معالجة المريض. هسا نجي على الخطوة الثانية. قلنا الخطوة الأولى اللي هي الخطوة الأولى الرئيسية اللي احنا نسميها الـ ABC، اللي قلنا انه نحدد حالة المريض من ناحية respiratory disease vascular CCMS، لأنه هذه أمور خطرة تهدد حياة المريض بشكل مباشر، يجب التعامل معها مباشرة تحت يعني رعاية طبية وبالطوارئ، والتأكد من استقراريتها لهذه السيستمز أو الأجهزة المهمة، ومن ثم احنا خلالها نقدر نحدد نوع المادة من يعني الأشياء اللي تناولها المريض أو من أهله أو من المرافقين أو من يعني إذا قدرنا طبعا أو نسوي فحص. فهذه كلها كانت ضمن الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اللي عندنا اياها حاليا ورا ما استقرت حاله المريض نوعا ما بعد الخطوه الاولى، هسه راح نجي انه احنا هاي الخطوه اللي هي نسميها preventing the GIT absorption of toxins، لنمنع الابزوربشن الامتصاص اللي ممكن تصير من الماده، وذلك نمنع الامتصاص عن طريق يعني بعض الميثود اللي هسه راح اشرحها. هذه الميثود ضرورية، يعني احنا هسه بعد صار المريض تناول المادة وخلص صارت واقع حال، فشلون نمنع من هاي المادة يعني انه يصير بيها absorption ويعني نجنب circulation من عدد. فهاي هسه عندنا خطوات مهمة اللي هي dilution, emesis, gastric lavage, activated therapy، وطبعا اكو يعني بعض الميثود الاخرى البديلة اللي هسه اذا هاي الاربعة الاولى ما فادت. فهاي هي الخطوة الثانية الرئيسية اللي عندنا اياها. نجي على الديليوشن او التخفيف اللي هو من اسمه الديليوشن، اللي انه نستخدم اكثر شيء ديستل واتر او يعني تاب واتر عادي، عادة بمعدل قدح واحد او اثنين للاطفال ولربما يزيد ثلاثه بالنسبه للبالغين. هذا هو مهم التخفيف لسببين رئيسيين. اولا راح يقلل الروتيشن يعني اللي ممكن تسببها كثير من المواد اللي موجوده، كذلك هذه انه طبعا عاده حاله التسمم معناها الماده السامه مركزه كميات كبيره، فهذه راح تخفض الكونسنتريشن والتركيز اللي موجود بالستومك. فهذا الديليوشن هو يعني راح نشوف من اسمه انه خفف شويه من التركيز مالته داخل يعني الستومك. بالاضافه الى ذلك راح يسوي لنا فد بلط انه راح يصير عندنا فد كميه مناسبه كافيه من السائل او من المي، خاف انه بعدين يحتاج الى الامسل. الامسل قلنا هي خلي البروسيجر الثاني بالخطوه الثانيه،
انه مرات نحتاج الى الامسيس، او يعني انه نستعمل التقيؤ على مود انه يريد يتخلص من هاي المادة اللي موجودة بالاستومك. طبعا الموضوع انه يعني مو بالقوة، وكمية زايدة مرات ممكن تسوي توسع زين بالاستومك، وربما يعني يصير بها يعني الاستومك تسوي خلينا نقول قد تفريغ بسرعة، رأسا توديها على الديدينام، لذلك راح يكون عندنا الموضوع أصعب هواية. فاحنا يعني طبعا هنا هاي البروسيجر مو الكل يعرفها، ويحتاج لها شوية هدوء وصبر، وبدون ما خط احنا نشوف عادة الناس يعني ينخطون وهيك وهذه، وهذا حقهم، هم ما يعني عندهم دراية او ما عندهم تدفاتيس، او هم مو يعني تخصصين يشتغلون الطوارئ، لكن يفترض انه هذا يعني واحدة من البرنسبلز اللي انه الاشخاص الناس الاحتياجيين الطبيعيين يسوها. طبعا هاي البروسيجر بيها فت كونتراندكيشن راح اشرحها بعدين، يعني هي ان جنرال تفيد خصوصا بموضوع التسمم الدوائي. نجي الخطوه اللي وراها اللي هي الامسيس، واللي هي تتم عاده بواسطه سيرب اوف افيتات. السيرب اوف افيتات هذا اللي انتم تشوفوه، هذا الدواء او العلاج ما متوفر عندنا بالعراق وما موجود استخدامه، لكن نروح نقرا احنا في اغلب كتب الكلينيكال سايكولوجي يعتبر من الادويه المفروض تتوفر منزليا حالات الطوارئ وتستخدم في حالات التسمم، واحنا لذلك راح نتطرق له بالرغم انه عدم موجود بالعراق، لكن في كثير من دول العالم من ضمنها الولايات المتحده موجود. خلينا نشوف السيرب اوف افيتات. الافيتات هو شنو هو؟ هو الافيتات طبعا يعني مستخلص من جذور الماده اللي هو اسمها مونس، يعني سيرب يعني نقول الاكل كونستيتوينت مالتها بالنسبه لها اللي هو الكالوريك، مثل ما في بالعقاقير من الكالوريك والديجيت هابيتس شنو الساقنينس وغيرها. الالكالويد اللي موجود بالنسبة سيرب اوف افيتات بشكل رئيسي هو الاميثرين، والاميثرين طبعا مستخلص من يعني ككلمة كميديكال ترمينولوجي من الاميثرين. فهذا فيما يخص يعني وصف اولي للافيتات. يعني شلون يشتغل؟ عنده يعني تو فيسز، يعني عندنا الايرلي والليت فيس اوف فوميتينج. الايرلي فوميتينج فيس يعني يبدي اول 30 دقيقة، وفي بعض الحالات مرات في اول دقيقة، اكو بعض الموديات ما تداعي نشرحها، انه يعني ممكن باول دقيقة او خمس دقائق رأسا يبدي يشتغل، اللي هو يكون عن طريق دايركت ستيميوليشن على الجي اي تي. الفيس الثاني او الليت فيس اللي هو يجي ورا نص ساعة، وهذا يصير من دايركت ستيميليشن على الكيمو ترجر زون، كيمو ريسبتر اللي موجوده، واللي هذه دورها راح تسوي لنا اكتيفيشن للفوميتنج سنتر الموجود بالبرين. اذا يعني الاكشن مالته هو يعني اكشن عنده ايرلي اكشن، يجي اول خمس دقائق او اول نص ساعه تكون عندهم اثر، والاخر يجي بعدين ورا نص ساعه او اكثر. فالاول واحد يكون دايركت ستيميليشن على الجي اي تي، واللاخر يكون دايركت ستيميليشن على الكيماتريجر يعني السكر، واللي هي تحفز الفوميتنج سنتر اللي موجود بالبرين. الانديكيشن هو يعني بشكل رئيسي موجود يفترض مثل ما قلت لكم بالبدايه يعني بالمنازل. هذا طبعا witness ingestion، يعني من الشاهد اللي موجود على الحادثة هو راح يكون أكثر واحد يعرف المريض شو تناول. فأول شيء يسوي كإجراء وقائي، تذكركم احنا ما عندنا هاي الثقافة الصحية اللي متعلقة بجانب التسمم، واللي احنا شرحتها بالمحاضرة الأولى وقلت لكم احنا ما عندنا اياها. يعني بصورة عامة هنا الناس
ما عندهم يعني كلش إمام، وأولا إحنا ما عندنا هذا الشرف، فما يعني يصير عندنا إمام. آلات إحنا الأمسيس اللي هي يستخدمون الفينجر ميثود اللي هي موجودة، وحتى موجودة بالكتاب أشوف، بس الفينجر ميثود بيها فد يعني بعض المحاليق اللي يعني ما يفضلوها ويفضلون استخدام هذا الشراب. اكو حالات مثلا ايضا احنا نخلي بالنا انه بالامرجنسي هذا الشراب ما يستخدم بالبيت، ارجع واقول اكو بعض الحالات مثلا طفل بالعلى مثلا دقمه مشروعه، او مثلا فد يعني هيك يعني خلينا نقول بعض الامور الصغيره مثلا هيك طبق مكسور او فشي او هاي، يعني هاي احنا ممكن مرات الامس يفيدها. وطبعا هو يعني الاطفال اللي او الرضع اللي جوا 6 شهور ما ينصح بها وما يصير نعطيها، اللي فوق 6 شهور وانا له علي فوق السنه همين اكو بعض الاستدي، والاطفال الصغار يعني طبعا البالغين يقدرون ياخذوها، بس بصورة عامة ما احنا نشوف يعني انه ما يعني يتحملها انسان حتى، لان الاطفال هم بالطبيعة عندهم خلينا نقول يعني ممكن يكون عندهم التلقائية بالفوميتين اسرع واكثر من البالغين. وارجع واكيد هذا الدواء غير موجود بالعرق. الجرعة بالنسبة لل يعني البالغين أو الأطفال أكثر من 5 سنوات يعني يكون يعني 30 سي سي أو 30 مل اللي هي مو أكثر طعام كبيرة، وممكن تعاد بعد ربع ساعة. بالنسبة للأطفال اللي هم من سنة إلى 5 سنوات ملعقة طعام واحدة، والأطفال اللي هم أقل من أو وضع يعني هم من 6 شهور إلى 12 شهر راح تكون ملعقة شاي اثنين. هذه هي الجرعة الخاصة بالنسبة لمادة الأبيكاس. الإمسيس عن طريق السواب سوليوشن أو يعني خلينا نقول الصابون الغسيل أو يعني الصابون السائل، يعني طبعا هاي يعني تبدو ايضا في الطريقة غير محددة كلي، لكن بالحالات اللي ما موجود فيها سيرب او ابيكات تعتبر طريقة بديلة مزيان نستخدمها. وعادة يعني اللي يتم استخدامه هو الصابون الغسيل الخاص بالصحون والاطباق وليس بالملابس، يعني لانه طبعا اكثر اختلافات بيناتهم، لربما من حق يعني شنو الاختلافات ليش يعني يختارون يفضل انه يكون اطباق مو نفس الملابس. وهاي ايضا يعني من يعني ملعقة الى 3 ملاعق تستخدم وهي تقريبا يعني من 6 إلى 8 أونس. طبعا الأونس والفلود أونس هذه انتم ما فيها يعني خلاص يكون استخدام دي مالتها ما فيها بالمرحلة الأولى بمبادئ الصيدلة، هي مقاييس صيدلانية. زين هنا طبعا يعني الأكشن على السعر راح يكون عن طريق الدايركت ستيميليشن للجي اي تي ميثود فقط، اللي تختلف عن السيرب اوف ابيكات وتكون أسرع. زين هذا يعني خلينا نقول الابزوربشن مالته هو يعني او الفولونج مالته يكون صعب زين، والمريض ما يتقبله. ويعني احنا خلينا نقول يعني في كثير من الحالات ما يسووا، انا هنا ارجع واقول يعني لا يفضل، لانه مرات ما تنضبط الكميه هذه القابله، وهو هذا ممكن يعني يكون كروسس ممكن يكون مؤذي. فلذلك يعني هي موجوده بحاله ويستخدموها للناس اللي ارجع بقول اكررها انه عندهم فد ثقافه صحيه وعي صحي، يعني عنده فد امام متابعه نعم يستخدمها في حالات اللي بس سامع بيها او هواي ناس تفهم اللي بهاي الحاله، فمرات يجي يستخدمها بطريقه خاطئه
كان يستخدم كمية من الصابون كثير السائل أكثر مما يستوجب، أو مثلا يستخدم أنواع صابون لل يعني الملابس وهي ما يصير، فيعني أكو بيها خصوصا إحنا بمجتمعنا المحلي يعني مو كل شيء يفضل، على الرغم أنه أني كانت تجي بعض الحالات لمركز خدمات السموم يعني ردة فعل أولية مستخدمين الصابون السائل ويا بعض المطر. إن غسل الغسلات أو نسمي غسل المعدة، غسيل المعدة هي العملية الرئيسية اللي احنا نعتمد عليها، وخصوصا احنا بنستخدمها في غرفات الطوارئ. هذه العملية هي من اسمها لافاج، يعني غسل بالفرنسية، وعادة يعني نستخدم سوائل معينة، ممكن يعني ديستيلد ووتر، ممكن سلاين، ممكن صوديوم بايكارب، وبعض الصوت يعني وهذه طبعا هي سريعة، وخصوصا إذا قدرنا يعني نشوف انه المريض يعني نوصل سرعه للمستشفى. وفي بعض الحالات اللي فهمنا اياها بعدين، مرات يكون الامسيس هو كونترا انديكيتد، فهنا يعني ارجع بقول بين احنا نعتمد بشكل رئيسي الديليوشن والامسيس موجود، يعني ننطي ماي او مثلا ننطي سواب بال يعني كرده فعل اوليه عند الاضعافات، لكن قليله لانها عاده تكون بالمنازل وما عندنا احنا ذيك الخبره او المعرفه. ارجع واقول واكرر هاي النقطه مهمه بهذا الموضوع. فلذلك عاده يعني يعتمدون انه يجيبون المريض بالطوارئ، وبالطوارئ عندهم اهم بروسيجر نستخدموها خصوصا عندنا بالمستشفيات بالعراق هي الجاستريك لافاج. هذا هو خلينا نقول يعني السياق اللي نستخدمه في المعده. مثل ما تشوفون هو عبارة عن تو باكس وياها صوندة، الصوندة هاي راح تدخل المريض اما عن طريق الانف او الفم، وحدة يعني بها الليكويد اللي اريده، والا راح تدخل بها الاتش دي اف. هنا اللي هو الجهاز نفسه اللي يستخدم بالنسبة للجاستريك لافاج، هم ناخذ يعني تسمع عنه ونشوف. طبعا دي عدة تفاصيل، اكو يعني موبي او جهاز يعني تشغيلي يعني يعرض آلية الجاستريك لافاج كلها، ان شاء الله يعني اشير لكم اياه على مود تعرفون اكثر. هنا يعني خلينا نقول تيوب، واحنا نسميها الصوندة، تدخل للستومك اما يعني عن طريق النيزل او الاورال، يعني ممكن يكون انف او الفم، وهذا التيوب من خلال الملئ الاسفنجس راح يوصل للاستومك وراح يبخ يعني الاليه مالته السائل ويريد يسحبها. فهنا يعني هو راح تتنظف المعده بهاي الطريقه او الجاستريك لافاج. ويعني مثل ما تشوفون هذا الفيجر التوضيحي. نرجع على الانديكيشن بصوره عامه، الانديكيشن للجاستريك لافاج يعني دي خلينا نقول حالات معينة يعني احنا لازم نخليها بمظر الاعتبار. الحالة الأولى احنا يعني لازم يفترض ان جسم يكون يعني أول ساعة أو يعني في أقصى الأحوال ساعتين، ما بعد الساعتين عادة يكون الأبزوربشن صاير ومنتهي. لا يعني ما يفيد بعد مثلا نسوي تاثير لافاج. اكو يعني ادويه طبعا معينه، مواد ما بيها انتيدوت، فهذا طبعا يعني لازم في بعض الحالات، يعني اكو حالات انه اذا الكميه مو كلش انه صاير يعني هي عمليه تاثير لافاج فده بروسيجر همين من سهله وما يفضلوها، يعني يتمنون انه ما يسووها. فبعض الحالات يعني انه يقول لك اعطيه الانتيدوت راسا، يعني ينطيك خطوه مباشره للانتيدوت، خصوصا اذا الاي بي سي مستقر وما في شيء. فهاي وين تصير؟
بالنن توكسيك بالكميات القليلة هذه ممكن يعني شفنا يتجاوزوها، لكن إذا الدواء هو توكسيك وماكو أنتيدوت لا ضروري رأسا يريدون، خصوصا إذا عرفوا شنو المادة. طبعا إذا ما يعرفون شنو المادة وما يعرفون شنو الدواء رأسا يبدون قاسترك لاباج بلا حبوب، الله أعلم شنو الحبوب وجود في منطقة مثلا شعبية، منطقة مثلا ريفية، منطقة مثلا وحتى لو مو يعني منطقة اعتيادية، احنا ما نتوقع كل الناس تعرف كل انواع الادوية وما الكل صيادلة. ممكن ينطيك يعني دواء، هذا دواء مع ضغط، هذا دواء مع سكر، هذا دواء مع ادري شنو، هاي في حالات معينة. واكو مرات لا، المريض عنده استخدام شخصي واهله ما يدرون وبلا حبوب وما نعرف شنو، ولو يحصلون الشريط الفارغ لو لا فما راح يبين، لكن هم شافوا انه حبوب مثلا فالكمية هي حبوب فل، فذولا شو معرفوا ميلان حباية وجلسة فحص وغيرها وغيرها وغيرها. يعني بصورة عامة هاي يستوجب الجاستريك لاباج. الانتريك كوتد والسلوريليز هذني حتى لو عبر الساعتين ممكن، يعني ليش؟ لانه هي من اسمها سلوريليز فممكن اكو لها ريمنانس موجودة، يعني يحبب ان نسوي الجاستريك لاباج. اكو بعض انواع الادوية اللي تقلل لنا البريستالسيس ويعني جي اي تي موتيليتي، مثلا من ضمنهم الانتي كولينيرجيكس والاوبيويد اللي راح ناخذها وغيرها. فهذه يعني خلينا نقول يعني يفضل ايضا نستخدم الجاستريك لاباج حلو شويه عابر الوقت. يعني اوكي راسا نبدي جاستريك لاباج، النقطة الأولى اللي هي تخص أنه أول ساعة أو ساعتين جاستريك لاباج تفضل بها استثناءات مثل ما أقول لكم، اللي هي في حالة خلينا نقول أنتي كولينيرجيك هنا أيضا ممكن يفضل رأسا نستخدم جاستريك لاباج. الكونترا انديكيشن، هسه احنا شرحنا الانديكيشن، الكونترا انديكيشن هاي يعني النقاط هي بصورة رئيسية تخص الإمزيز والجاستريك لاباج. الكونترا انديكيشن مثلا إذا المادة حامضية أو قاعدية هذه أثناء عملية الإمزيز ممكن تسوي الريتيشن للإسوفيجاس نفسه، فيفضل عدم يعني تطرق للإمزيز. طبعا هاي مشكلة يعني مو كل الناس تعرفها، أرجع وأقول ثقافة إحنا صحية الراد في هالمجال على مود إذا أريد نسوي إمزيز مثلا في كثير من الحالات يجوز ما يعرفون هاي النقطة. يعني فلذلك الامسيز يعني ارجع واقول احنا يعني ويد ريستركشن. النقطة اللي وراها الهيدروكربون اندستري، هاي ايضا سواء للجاستريك لاباج او للامسيز، هذه مرات المواد فولاتايل، فولاتايل كومباوند. هاي الفولاتايل كومباوند هي الهيدروكربون يصير بيها اسبيريشن وين؟ لللنك. فمن تصير اسبيريشن لللنك الشاه يصير ممكن يختنق المريض، فايضا نخليها بنظر الاعتبار المواد الهيدروكربون نتجنب بها الامسيز او الجاستريك لاباج. الشارب ان بوينتد ماتيريال انجستشن اللي هي المواد الحاده كان تكون كليبسات، تسامير صغيره او شيء اللي يعني عاده المرات ياخذها الشخص اما كل طفل او يعني الناس عندهم مشاكل عقليه، فهذه الحالة ما يفيد بيها لا جاستريك لاباج ولا امسيز. دراك باكيت انجكشن اللي يتناولون باكيت كله، هنا أنا بالذات ما يقصد يعني نعم اكو حالات ايضا مرضى العقلية ممكن ياخذون باكيت كامل بحالة، وفي قسم لا بعض اللي يشتغلون تهريب المخدرات يخلون المواد المخدرة باكيت ويبلعها، ويعني على مود يقدر يعبر من التشيك بوينت يعني نقاط التفتيش اللي ممكن يتعرض لها خلال التنقل والسفر. فهذا طبعا بعدين ما يفيد لا الامسيز ولا الجاستريك لاباج. الاسوفيجيال فاريسيس اذا يعني قدرنا نعرف من طريق الهيستوري مال المريض انه عنده دوالي بالمريء، طبعا ما يصير ايضا نسوي لا امسيز ولا جاستريك لاباج يفضل. بس طبعا هاي بالذات النقطه مو بسهولة تنعرف، وكمرضى يعانون منها ما يفطحون وما يدرون بيها،
واكو هو عنده بس ما تلتف بالهستيريا او الريلاتيفز والمرافقين ما كانوا موجودين. النقطة الأخيرة النون توكسيك انجستشن، إذا المادة هي أرجع وأقول مو سامة أو الكمية مالتها قدرنا نعرف أنها مو سامة، فعلى وش نحرر أنها هي للإمسيز أو للجاستريك لافات. يعني طبعا الإمسيز هو بالبيت والجاستريك لافات هو بالمستشفى. هاي يعني ملاحظتين مهمة يفترض أن تكون تعرفوها. الأكتيفيتد شاركول والمالتي أكتيفيتد شاركول او مالتي دوز اكتيفيتد شاركول، اكتيفيتد شاركول هي فد ماده ادزوربنت، يعني اذا قدره على ادزوربشن بالعربي، يعني خلينا نقول اذا قدره على الامتصاص عالي. هذه الماده هي تقدر يعني تسوي ادزوربشن يشوفوا يعني سبستانسز موجوده بالسومات في اللحظه عن طريق دوز. المالتي دوز لا، اكو مواد اللي هي بها لو فوليوم اوف ديستريبيوشن واللو هيباتيك عفوا لو رينال كليرنس، يعني هاي اللي هيباتيك كليرنس، فاللي هي تصير بها هيباتيك كليرنس يصير بها اكسكريشن بالجي اي تي ورد يصير بها ري ابزوربشن، فالانتيرا هيباتيك سايكل مالتها عالي، فعلى كل سايكل احنا ننطي دوز، لذلك يسموها مالتي دوز اكتيفيتد شاركول على مود نتخلص من اكثر عدد من هذه المادة. فكل ما هاي المادة مثلا يصير بيها فتسايكل ويصير بيها اكسكريشن احنا نعطين دوز من الاكتيفيتد شاركول مسوي لها ادزوربشن وطالعة. هاي يعني هي الهدف منها. الفقرة الاخيرة المكتوبة دراج ذات ريديوس جي اي تي موتيليتي فورم، هاي يعني مكررة اعتذر عنها، حاولوا تملوها، جاية من غير السلايد يعني شرحناها سابقا. هذه الصورة دي احد مستحضرات الاكتيفيتد شاركول، احنا هنا ما نروج بقدر ما انه يعني بس على يعني كنا على طناع وهي موجودة من ادهادنا مهمة نجعلها، يعني كمادة دوائية علاجية يعتبر هو ننجنرال انتيبورت قسم بعض الكتب تشير الى هذا خلينا نقول باسيكل او الباودر، هي طبعا بارتيكل تكون عادة كبيرة في الحجم وبيها جروب، راح نشوفها بالفجرات اللي وراها، يعني خلينا نقول الفروت كومباوند اللي موجود عندنا. معنا الاكتيفيتد شاركول على شكل تابلت، بلاك تابلت اللي هي اكتيفيتد شاركول، هي مادة يعني سوداء اللون، بس نسموها حبوب فحم. حبوب فحم هي يعني مرات تعني كمصطلح شعبي الاكتيفيتد شاركول. هذا هنا عندنا نموذج اخر اللي هو كبسول، كبسول فولد ويز اكتيفيتد شاركول باك ماتيريال، راح نشوف ايضا ممكن يعني اذر فارماسيوتيكال دوزج فورم. هذا الشيب اوف بارتيكل under electronic microscope، فهنا شكلها هي كحبيبات، فشكلها يعني هي الباسكل الصغيرة، راح نشوف فيها جروبس او فتحات هواية، بهاي الفتحات او الجروبس يصير الابسوربشن اللي هي مو ابسوربشن راح تدخل المواد، طبعا هي نون سبيسيفيك ارجع واقول يعني مو تجي سبيسيفيك لمواد معينة، لا هي تسوي ابسوربشن the most of content مثلا إذا بالستومك، فهاي يعني المواد راح تدخل inside this groups أو يعني خلينا نسميها الفتحات. هنا أنا فد شكل آخر توضيحي، هسه هاي مثلا الparticles نفسها مال الاكتيفيتد شاركول، وقلنا راح تدخل الparticles اكو بيها مجال، هنا أنا اكتيفيتد شاركول الباسيكلز دخلت، طبعا السمول سايز تدخل بعد اكثر لان يعني هي الجروبس ديفرنت سايز، واللارج تبقى مثلا بالبدايه وهكذا. اللي هي لو نرجع للفيجر اللي قبلها راح نشوف هي ديفرنت سايز اوف جروب، يعني بيها فد فتحات او ممرات او هيجي باحجام مختلفه تقدر تحتوي كل المواد اللي ممكن نشوفها بالستومك. الدوز بصورة عامة
يعني initially هي خلينا نعرفها هي one exam في الكي جي بالنسبة لكل من الأطفال والبالغين. بالنسبة للمالتي دوز اكتيفيتد تشاركو اللي شرحت لكم عليها الجماعة الانتيرو هيباتيك سايكو هنا ممكن من نص إلى واحد جرام، وهي أيضا عادة يستخدمون يعني واحد جرام للأطفال نص يعني حسب لكل من واحد إلى أربع ساعات. هاي في حالة نعرف المادة شنو ونعرف التي هاف مالتها وش قد الديوريشن مال كل انتيرو هيباتيك سايكل. زين فاحنا طبعا هذا يعني لازم نخليها بنظر الاعتبار. زين اكو امور اخرى نخليها بنظر الاعتبار، انه اذا احنا مسوين نيزل جاستريك تيوب او اذا انتي اميتكس، فاذا بدنا نعطي انتي اميتكس او مسوين اكتيفيت عفوا جاستريك لافات يعني ما يصير نعطي الاكتيفيت كاستريك شويه. زين لازم اولا يعني يطلع من السمك، بعدين احنا يعني نبدي بعمليه غسل المعده يمكن فايده او بالعكس. هذه بعض الكومبليكيشنز اللي ممكن تصير عندنا، الاسبيريشن الانزل يعني الجي اي سي ميكوزا والليمتنج الكونستيشن الابستراكشن الفوميتنج البلوتينج والريكتال اوتينج يعني اللي قد تحدث. اكو مواد اخرى ايضا في طبيعه عملها مشابهه لعمل الاكتيفيتد شاركول. الاكتيفيتد شاركول يسوي ابزوربشن، اكو بعض المواد لا تسوي بايندينج ويا بعض الكومباوند وتسوي هذا الكومباوند يتحول الى كومبلكس هو ان ابزوربابل كومبلكس. اذا يعني راح يصير فد يعني ادراج خلينا نقول ادراج انتراكشن في حاله التسمم الدوائي او ادراج ماتيريال انتراكشن. المهم احنا عندنا بعض المواد اللي هسه راح تشوفوها قبالكم مثل الكوليسترول الكوليستيبول اللي هي مثلا الميثوتريكسيت والاورجانو كلورايد بيستيسايد صوديوم بوليستايرين السلفونيت اللي هي نسميها الفيزاليت الليثيوم والبوتاسيوم والبوتاسيوم فروسيانوفيريت او بروشين بلو والساليوم والسيليوم. عندنا الفيلر ايضا ممكن نستخدمها للباراكوات والدايكوات. هذني هي عاده تصنف كانتيبوت بس طبيعه عملها انه ايضا تستخدم هي لان تقريبا هي سيمي سبيسيفيك يعني الكوليسترامين الكوليستيبول عفوا بس للميثوتراكسيت يعني بيستيسايد ان جنرال ما تفهم الكذا. فلكن اكو قسم بعض الكتب او قسم من المصادر او قسم من المواقع يعتبرها ايضا هي تشبه مشابه لعملها اكتيفيتد شاركول، لكن هي في رايي هي يعني ويا الانتيدوت احنا نعتبرها. والانتيدوت كميكانيزم انا ارجع واقول هسه راح نشوفه ما في سبيسيفيك ميكانيزم للانتيدوت. سيرجيكال انتنج التداخل الجراحي هذه تصير ببعض الحالات اللي يعني يصعب استخدام الجاستريك لافاج او الشاركوت او الانستيز. يعني مثلا من ضمنها روتشر اوف كوكاين دراج باكيت، كنا قلت لكم انه بعض خصوصا مهربي المخدرات يخلون هيجي الكوكاين او الهيروين او غيرها من هيجي باكيتات خاصه ويعني يبلعوها. الهدف منها طبعا يعني المرور بالنقاط التفتيش والممرات الحدوديه، فهذول عادة يعني بعدين عملية الفاجئة يستهدلون بيها فيسوون يعني مستعدين يعني يسوي عملية جراحية على مود يعني يطلعها وهي هاي ياخذ عليها يعني بعض المبالغ. فطبعا هذول ناس كلش يعني سيئين. الشارب ان بوينتد ماتيريال هذا مرة يعني سألت سؤال سألتكم مثلا اذا واحد بلع مثلا بسامير غيره او القبيل هذه فما يفيده الانسيس والشاركوت والعضاج وهذني، فيضطر الى تداخل جراحي يفيد الجزء اكثر منها. ميكانيكال باور اوبستراكشن
زين اذا صاير انسداد همينه يعني همينه جسمه يعني البزوار اللي هي الحجاره او خصوه واكو بعض الادويه تسويها من ضمنها الاسبرين البرومايد والميفروباميد هذني ادويه من بالاوفر دوز تتجمع وتصير فد ماس هيك كبيره فد برض السد ممكن تسوي لنا حتى اوبستراكشن فهذني همنا مرات نضطر الى التداخل الجراحي اذا هو التداخل الجراحي اللي هو الخط البديل الاخير في حاله عدم جدوى يعني الفزوا عفوا عدم جدوى الشاركول وعدم جدوى اللافاج وغيرها من البروسيجر تستخدم بالانف حالات معينه الديمونسنس اللي احنا يعني نستخدمه يعني مرات اكو بعض المواد مثل بعض النباتات او غيرها ممكن تسوي لنا فد تهيج او فد اليرجيك ريأكشن او فد روتيشن بس يعني يعني مو فد توكسيسيتي بحيث تكون هارمفول او ليثل وهذه يعني مثلا ما يحتاج لها مثلا عمليه وقصر الجلافاج واكتيفيت الشارفول وغيرها ولا اميسيس يعني هو ترى الاميسيس يعني همنا يعني شوفوه الشخص اللي يتعرض لحالة التقيؤ راح يتعب وراها ويصير عنده إرهاق وانحدار ويفقد سوائل بس شنو يعني مثلا واحد شرب فد مادة فد شيء هيجي اولا كحالة نفسية كشيء هذا يعني يتهيج فمرات ينطوه اما ايس كريم حليب او غيرها من الامور زي مرات بياض البيض هذه يعني همنا يعني بنفس الوقت همنا تعتبر علاجية كأنما يعني هو المريض يعني حالة نفسية فمن ننطيه فد مادة همنا راح يعني يشعر انه اخذ فد مادة راح يعني تحاول انه تقلل من سمية الشيء اللي هو بي عنده الروتيشن راح يقل فهذه يعني هي تفيد يعني من هالطريقة ونقدر نعتبرها شلون يعني يعني مرات قسم البلاسيبو هذه اللي مرات اكو بيها ستديز تقول اكو بيها فد افكت يعني من هكذا قبيل هي بعض كتب الفارماكولوجي والتوكسيكولوجي تشير الى انه تعتبر يعني ممكن استخدامات طبيه وممكن هي كاستخدامات يعني هي يعني خلينا نقول يعني تحاول يعني احنا مثلا تقلل من التاثير السلبي لبعض المواد الكيميائيه خصوصا التاثير النفسي هسه احنا وصلنا الى الخطوه الثالثه اللي هي enhancing elimination of the toxin احنا يعني نحاول نزيد الالمينيشن انا قلت لكم الخطوه الاولى اذا اريد استذكرها عمليه المانجمنت اللي هي اربع خطوات الاولى منها انه الاي بي سي نشوف وضعيه المريض سواء الريسبيرتوري الكارديوفاسكولار واللي في ان اس هذين نشوفها اذا مستقرات او لا اذا عنده مشاكل بيها هي هاي يعني خطره على حياه المريض واستمراريته فنحاول نسويها مانجمنت على مود تستقر حالته ومن بعدها نحدد الخطوه الثانيه بالتريتمنت اللي هي صار عندنا احنا هسه مثلا الانجستن بس يعني شو نسوي من خلالها فنحاول نمنع الابزوربشن شرحت لكم اكو ميثود بهذا الاتجاه هسه خلينا نقول صار الابزوربشن يعني المريض اجى للمستشفى ورا فد 5-6 ساعات فمتناول ماده وهاي الماده يعني ورا 5-6 ساعات وخصوصا اذا هي من المواد اللي يعني فاست ريليز او هايلي ابزورب فتلاقيها صار الابزوربشن وبالسيستم سيركوليشن وبدا ال خلينا نقول السايد افكت او الادفيرس ريأكشن او التوكسيسيتي وغيرها بدات تظهر فهنا يعني بعد ما في يعني نمضي الستيبس اللي حكينا عنها سابقا وانما لازم نحاول نسرع من الاليمينيشن بالنسبه لها يعني طبعا اكو
يعني احنا اكو حالات وحسب المادة، فطبعا تعتمد بشكل رئيسي على الفوليوم اوف ديستريبيوشن، وتعتمد على الرينال كليرنس، وكذلك على الليبيد سوليبيليتي والبروتين بايندينج اللي هي هذني. هو طالما اليمنيشن، فالاليمنيشن كفارماكوكاينتيك بارامتر يعتمد عليها، هي هذه الاشياء اللي ذكرتها، فحسب نوع المادة ونوع الدراج احنا نعتمد عليها. اول الخطوات بعملية انهانسمنت اليمنيشن وزيادة الاستخراج هي راح تكون الفورس دايوريتيز ومصاحبة مع الـ pH alteration، يعني هي خطوتين، انه احنا نزيد الدايوريتيز وبنفس الوقت نغير الـ pH بالنسبة للميديا اللي موجودة بالرينال سيستم. طبعا هي هاي تفيد خصوصا للأدوية اللي الرينال كليرنس مالتها عادي. شلون نسوي فورس دايوريتيز؟ نستخدم اما فيروسامايد او مانيتول، ما موجودة بالسلايد، ارجو تسجلوها هذه كملاحظة. فاحنا من ننطي يعني تست اوف ليكويد مثلا وننطي فيروسامايد وياها نغير البي اتش، البي اتش من راح نغيره؟ احنا عندنا ادوية اما ويك اسيد او ويك بيز، وحسب يعني المادة اذا ويك اسيد او ويك بيز راح نغير البي اتش، وراح نشوف شلون راح يصير زيادة بالاكسكريشن. عندنا الآلية راح تكون كالآتي: النون أيونايز أو أيضا النون بولار كومباوند هي بسرعة تعبر مثل ما نعرف للتيل ممبرين اللي هو ليبيد باي لاير، بينما الأيونايز أو البولار كومباوند تكون بطريقة أقل. الهدف إذا احنا عندنا من نريد نزيد الكليرنس وخصوصا للأدوية اللي هي الرينال كليرنس مالتها عالي، انه نغير البي اتش بحيث انه راح يتغير البي اتش والميديا راح تكون حسب المادة، فراح يتحول الكومباوند الى ايونايز. يعني شلون؟ يعني عندنا مثلا بالنسبة للويت خلينا نقول اسيد، الويت اسيد من نغير البي اتش ونسويه الكالاين، فش نتوقع الويت اسيد راح تتحول الى فولر، الى ايونايز فولر. الايونايز فور ما راح يصير بي ري ابزوربشن. احنا تدرون عمليه الاستكريشن بالنفرون انه يصير فلتريشن، يصير ري ابزوربشن بالبروكسيموم تيوبيوس، فهنا الري ابزوربشن ما راح تكون الماده ان ايونايز، راح تكون ايونايز. ليش؟ لان هي ويك بيز وصارت الميديا الكلاين، فش نتوقع انه راح نتوقع راح يصير ري يعني ري ابزوربشن، راح يصير بيها انهبيشن. كذلك اذا الميديا للمواد اللي هي ويك بيزز، الويك بيزز اذا سوينا اسيديفيكيشن لليورين فش راح نتوقع ايضا راح تكون الماده هذه ايونايز. فاذا احنا نغير البي اتش بناء عن الماده سواء ويك اسيد او ويك بيز، وغيرها بحيث تكون ايونايز فورم. وهسه نجي نشوف الالكالاين دايوريسيس. هنا الالكالاين دايوريسيس يتم عن طريق اعطاء صوديوم بايكربونات. طبعا يعني ضمن دوز وضمن رينج وضمن حسابات خاصه معينه، لازم الكونسنتريشن الماده نعرفها، لازم البي اس ايضا متحدد مسبقا. فيعني مثل ما قلت لكم هو الموضوع يعني دي ريستركشن. المن تنطي يعني اليورينري الكلانيزيشن للويك اسيد مثل ما قلت لكم، لان ليش؟ لان الويك اسيد بالالكلانيزي راح يتحفظ يصير ايونايز يصير بولار، وما راح يصير فيه ريابسوربشن مثل السالسيليت نيوباربيتال يعني والدايكلورو فينوكسي اسيتيك اسيد. الاسيد دايوريسيس اللي هو يتم بواسطه اعطاء امونيوم كلورايد، هنا الاسيديفيكيشن ايضا ارجع بقول دي يعني ريستركشن بعد اكثر. طبعا احنا يعني من اسيديفيكيشن او الكنانزيشن اكو ممكن تصير حالات انه يعني
عدم السيطره، الميتابوليك اسيدوزيس او الميتابوليك الكلوسيس، فاحنا نحاول ارجع واقول نتجنبها من رينج معين. الاسيد يعني دايرسي ينطي علما للويك بيزيس مثل عندنا الانفيتامين، الفينتايكلودين، الكوينيدين، يعني بيها كومبليكيشنز بعد اكثر، لذلك حاليا ما يعني هي ريكومندد، موجوده بحالات كلش كلش يعني هذه بصوره عامه هي نوت ريكومندد. الدايلسيس او احنا نسميها بالعربي يعني الدايلسيس، الدايلسيس هي نوع من البروسيجر تعتمد على الاوزموسيس بروسيجر او الاوزموسيس اللي هو الكونسنتريشن المادة من الكونسنتريشن العالي إلى الكونسنتريشن الباطي، وعن طريقها تمر من خلال يسمي permeable membrane، هذا membrane ضمن فورس معينة ضمن سايز معينة راح يعني يفلتر لنا أو يرشح لنا يعني المادة حسب السايز مال الفورس اللي احنا قريته. فبصورة عامة هي يعني الدايلز إذا احنا نريد فنسحب يعني البروسيجر يعني تكون نسحب الأدوية اللي هي بصورة عامة تكون تركيزها عالي بالجسم إلى بواسطة الجهاز إلى المنطقة الأقل يعني concentration. أول نوع من الديلزة اللي عندنا إياها اللي هو الفريتونيال دياليسيس اللي هو عادة أسهل أنواع الديلزة، والريسك مالته والكومبليكيشن تكون قليله، بس بصوره عامه الافكتفنس مالته هم ما راح تكون عاليه مثل ما راح نشوف في الهيموداياليسي. وهو هذا يعتمد انه ندخل في التيوب او سونده بالبطن، وهذا السونده فيها مثلا الماده خلينا نقول نورمال سلايد، راح يكون البريتونيوم زين ممبرين هو اللي كانما اسمه ترميرال ممبرين، فالماده راح تنسحب من يعني البريتونيوم عن طريق البريتونيوم ممبرين الموجوده مثلا خلينا نقول بالامعاء، وعندنا احنا البريتونيوم ممبرين وراح تجي على البريتونيوم كافيتي، اذا يعني من داخل الامعاء بالبريتونيوم ممبرين للبريتونيوم كافيتي ومنها الى التيوب الرد السحبه، فراح يطلع عندنا شوف اللون يتغير. يعني احنا ندخل صونده وهاي الصونده نبخ لها نورمال سلاين ونرد نسحبها راح نشوف اللون يتغير مثلا صار اصفر اسود فيها ماده، ونظل اكثر من مره نغسل ندب نورمال سلاين ونرد نسحب الى ان يبدي اللون ما يتغير، هاي بما معنى احنا قدرنا نسحب الجزء الاكبر من المادة. اكو مو بها مينة راح اشير لكم اياه شوية يوضح لكم الموضوع اكثر. هام هنا الرسم يبين شلون الالية، احنا قلنا فوندا تدخل فوندا واحدة راح تدخل بالبطن بالبريتونيوم كافيتي، راح نضخ مثلا اسنانه راح نشوف هذا نورمال سلاي راح ينضخ، وبعدين نرد نسحب نرد نسحب هذا الاستوديو اللي هو لونه اصفر مثلا عندي ماده وبي مرات فص وغيرها، اكثر من مره نظل احنا نسعى مثلا تكيس نورمال سلاين او بيستل ووتر زين ونرد نسحب الى ان يكون اللون مشابه لهذا اللون، بما معنى احنا سحبنا الكميه الاكبر عن طريق التليفونيوم دايركت. وهذا ايضا فتجر توضيحي بعد اكثر، راح نشوف شلون هنا الدايليسيس فلويد راح يصير بالادمنستريشن، وهاي الكاثارتك يعني الفوند او التيوب اللي راح ندخلها ونرد نسحب زين الويست فلويد، هذه يعني بعد تدرس توضيح اكثر زين، هي اليتها يشبهوها بالقسطرة زين، قسطرة على دايليز زين. فهنا راح تكون يعني البروسيجر بهاي الطريقه، طبعا هاي احنا همين استخدامها محدود يرادلها فد تقنيه عاليه وتدريب وتريننج واجهزه خاصه، فيعني ايضا قد مو دائما يعني عندك جهه بالمستشفيات.
الهيموداياليسيس واللي احنا نسميه الدايره الزئوية الكليه الصناعيه، لا احنا الموضوع يختلف عن البريتونيال دياليسيس اللي احنا نستخدم البريتونيال مندرين. الهيموداياليسيس لا، انه هنا عندنا فد باج او فد اكوبمنت بيها هو السمين بيرميبل مندرين ونخلي تو كاثارسيس يعني قطاطر سنين يعني موجودة او تيوبات سنين موجودة بايد الميت، فوحدة من ادهن راح يطلع من ادها الدم يطلع من ايد الميت تروح بالجهاز هذا الجهاز الكلية الصناعية او الدايلة الصناعية الهيموداياليسي هيمونان بلس راح يتفلتر ويطلع من الجهاز غير كثارتي غير تيوب يريد يدخل بنفس الايد مال المريض. اذا الآلية انه فعندما تطلع من ايد المريض يتفلتر الدم ينسحب منه المادة اللي احنا يعني نريد نتخلص من اجها ويريد يرجع. طبعا هاي الحالة هي مو موجودة، موجودة لكن في سبب قلة الأجهزة، أجهزة الكلية الصناعية أو أجهزة الدايلز وللبروسيجر العالي ولمضاعفاتها العالية والناس يعني وطبعا الناس تلزم سرعة عليها، فأحنا يعني تقريبا شبه معدوم أو معدوم موضوع أنه يستخدموها بعلاج حالات التسمم. أولا علاج حالات التسمم عندنا بالطوارئ ومن الطوارئ إلى أن يتحول وتعرف شنو المادة والفيزيوكيميكال بروبرتيز مالتها يعني فد موضوع، وإلى أن يجي وأكو حالات مرضى يغسلون هي خلينا نقول ثيوريتيكالي مبدئيا ممكن واحد لكثير من الأدوية تفيد، لكن مثل ما أقول لكم إرادتها فوق الموضوع يعني شبه معدوم بالنسبة لاستخدام الهيموداياليسيس بالنسبة لعملية الإليمينيشن للتوكسيك كومباوند، لكن هي موجودة وبروسيجر نعم ممكن موجودة وفعالة وإفكتيف. هذا الفيجر يوضح اللي هسه حكيته هاي هسه الإدمان مريض هنا تطلع الكثارة خلينا نقول الكيورو الصندة الأولى تفوت الجهاز الدايلد اللي هو بيبرميبل، هذا هنا الدم راح يدخل راح يتفلتر. طبعا هذا الممبرين ديفولت او ديامتر سايز معينه حسب الماده هنا نشوف يعني راح يتفلتر ويريد يرجع ورا ما يعني صار منه ريموفر للتوكسيك كومباوند. بنفس الوقت هو هذا الجهاز من هنا الويست برودكت تفوت ويتبدل، يعني هو نفس هذا الفلويد الموجود بالجهاز لو نلاحظ ايضا يتبدل بشكل مستمر لانه هم راح يصير اكيوميليشن عندنا المن للماده، وبالتالي معناها اذا نظل هذا ما نبدله هنا الكونسنتريشن مال الدواء راح يصير اكثر من الجسم، فاحنا نفرغ ايضا يعني اكو تو سايكل تو سيركوليشن، سيركوليشن هذه اللي تطلع من الجسم ويتفلتر ويرجع للايد، والسيركوليشن اللي تطلع من الجهاز ويتبدل الـ يعني الفلويد او السائل الموجود على مود يحافظ انه دائما هذا الكونسنتريشن اعلى من هذا ويجي يتفلتر ويطلع. هي عمليه هاي يعني ثيوريتيكالي دا اشرحها بس هي طبعا معقده وبيها تفاصيل اكثر، بس احنا لازم نعرف المبدا بشلون يفيدنا على مود نقدر نتخلص من التوكسيك كومباوند. الهيموبرفيوجن بشكل يعني مبسط هو يعني نفس المبدأ بالنسبة للهيموداياليسيس وللبريتونيال دياليسيس، وهو مشابه إلى حد كبير للهيموداياليسيس، لكن الفرق أنه شفنا جهاز الهيموداياليسيس أكو فد انترميبل مندرين معينة حسب المادة، وأكو أكثر من برين لأكثر من مادة بديفرنت فورس بديفرنت ديامتر. هنا بدل ما يخلون من برين مخلين أكتيفيت الشارفور بحيث يعني الجهاز اللي بيه الدايلزة يستخدمون أكتيفيت الشارفور، هنا أكتيفيت الشارفور راح يصير استخدامه خارج الجسم راح يطلع الكثارة يفوت يتفلتر أمينها بدل ما أكو من برين. اكو اكتيفيتد شاركور
وخليط بيلزق. اذا بدل ما نستخدم ممبرين استخدمنا اكتيفيتد شاركول بداله. الهيموفلتريشن لل فيري هاي موليكولار ويت كومباوند، المواد اللي بيها وزن سيء عالي مثل الميثوتريكسيت، الهيبارين، بروتامين، انسولين، المايوغلوبيولين، بعض الفيتامين، الانتي بايوتيك خصوصا البانكومايسين. وهذه طبعا هنا يعني الآلية يعني الفورس تكون لاد تايب كلش، ويعني على مود لا كل المواد فقط يعني إسراف لمواد معينة، ولا هو نفس المبدأ بالنسبة للهيموثيرابي. أكو بعض الحالات على مود نسوي إنهانسمنت يعني للإليمينيشن للارج موليكولار كومباوند اللي هي غير قابلة للدايلزة، وبنفس الوقت هي البروتين بايندينج مالتها كلش عالي، فلذلك بعد يعني مدى احنا نريد نتخلص من هذا، فنضطر الى انه ننقل بلازما مرات البومي. وشايفين انت سامعين طبعا هاي حالات قليله، هاي قسم يعتبروها كتريتمنت وليس انتيدوت او ليس كبروسيجر للانهانس اوف اليمينيشن. احنا يعني هي مجرد احنا ناخذها فكره، لان احنا بهاي الطريقه نساعد على انه يعني نزيد الاليمينيشن البلازما خريج يعني تغيير البلازما. هذا بدنا نتخلص من المواد اللي يعني بيها بروتين بايندينج عالي. احنا انا هاي الحاله بعد اكثر من مما انه هي بلازما ثيرابي، انه نحاول يعني مو فقط نغير البلازما وانما كل الدم، لانه نحتاج الى ريد بلاد سيلز الى بليتلت، خصوصا بعض الحالات اللي الهيموليتيك انيميا او غيرها يعني بدت المواد تكون بالار بي سي وغيرها تسوينا تكسر، ونضطر الى انه يعني نبدل عملية الانتيدوت. هي استخدامها تعتبر الخطوة الرابعة بالمانجمنت او التريتمنت بالنسبة لأي توكسيسيتي. قلنا الخطوة الاولى اللي هي الاي بي سي، الاي بي سي هي انه اذكركم بها نرجع نشوف الريسبيرتوري الكارديوفاسكولار السي ان اس status of patients، ورا ما تتذكر هذني الحالات الثلاثة واللي هي يعني ممكن تأثر على حياة المريض ويتوفى بسببها، ورا ما تتذكر. وإذا قدرنا نحدد شنو المادة نبدأ عاد الخطوة اللي وراها. الخطوة اللي وراها إذا صاير الانجستن فنبدأ عاد نمنع الابزوربشن، وهم أنا قلت لكم أكو بروسيجرات لهذا الموضوع. إذا صاير الابزوربشن نبدأ عاد نزيد الإليمينيشن. إذا ما قدرنا نزيد الإليمينيشن وما متوفرة خلينا نقول البروسيجر، نبدأ عاد نحاول ننطي الأنتيدوت. الأنتيدوت أكو قسم مثلا بعض الحالات ما يستوجب يعني مو كل المواد التامة أو غيرها، خصوصا إذا كميات قليلة يسووها قاصر جلافات أو إنسي، فيبدون رأسا يعني إذا يشوفون حالة المريض الأي بي سي يبدون ينطون الأنتيدوت. لكن إحنا عندنا مشكلة بالأنتيدوت، والتي هي انه مع الاسف مو كل المواد عندها انتيدوت. هاي يعني نقطة خليها ببالي، بل انه اغلب المواد ما بها انتيدوت، فلذلك ما متوفر. والمواد اللي بيها انتيدوت نفس الانتيدوت مو دائما متوفر. الانتيدوت هو مو فد مادة مثلا تحبوها عادة بالصيدليات او حتى بالمستشفى. كان مركز علامات السموم الصيدلية مالته بيها انتيدوت توفرها للحالات، لكن يعني هي مو دائما متوفرة. والانتيدوت ايضا اقول يعني النقطة هو مو دائما الانتيدوت في ميكانيزم اوف اكشن واحدة. الانتيدوت هو different type of ميكانيزم. الانتيدوت هو انتاغونيست للتوكسين اللي هو دي يعتبر اغونيست. واحنا اذا نجي يعني اذا اذكركم بالتايبس اوف انتاغونيزم، عندنا يعني انواع يعني هي اي ماده كاونتر اكتف افكت
of that compound. يعني عندنا مثلا chemical antagonist. الchemical antagonist اللي هي مادة تسوي binding ويا مادة وتصير يعني non-absorbable او ineffective. مثلا مثل ما عندنا يعني في حالة الهيفي ميتال ننطي انتيدوت اي دي تي اي يعني تسوي بايندينج وياها وخلاص. او يعني ايضا اكو من يعتبر الكوليسترامين اللي شرحت لكم اياه هذا يعتبر هو كيميكال انتاغونيزم. وعندنا الفارماكوكاينيتيك انتاغونيزم اللي هو اي ماده تمنع الابزوربشن او تمنع الميتابوليزم او الزايده. يعني اكو ماده يصير بيها اكتيفيشن بعد الميتابوليزم مثل الباراسيتامول. اكو لا مواد اخرى مثلا يصير بيها دي اكتيفيشن بعد الميتابوليزم. نفسه هو يعني الباراسيتامول الكونجوجيشن مالته يصير بيه شيء. فحسب احنا يعني ننطيها هيك ماده هذا ايضا ضمن الفارماكوكاينتيك. والماده تزيد الاليمينيشن هذه كلها البروسس يعني اللي احنا نعرفها يعني اللي هي الابزوربشن والميتابوليزم والديستريبيوشن والاليمينيشن. فاي ماده يعني تقلل من هذا الشيء فهي تعتبر فارماكوكاينتيك انتاغونيزم او ايضا ممكن تستخدم كانتيدوت. وعندنا فارماكوديناميك انتاغونيزم اللي هي الدراج ريسبتور انتراكشن يعني مثل ما مثلا البستيسايد مثلا واحنا نعطيها يعني مثلا مواد مثلا نعطيها اتروفين او غيرها او هكذا. او نفس الاتروفين اذا صارت توكسيسيتي الانتيكوليديرجيك ننطيهم بايزوستيجنين وهكذا. فيعني تعتمد على الفارماكوديناميك انتاغونيزم. وعندنا اخر شيء فيسيولوجيكال انتاغونيزم اللي هي تو كومباوند بس كل واحده تشتغل يعني اذر سيستم بس تنطي يعني اوبوزيت افكت. مثل ما بشكل احنا خلينا نقول احنا ننطي مثلا الاتروفين وعندنا مثلا اللي هي البيتا بلوكر. خلينا ناخذ مثلا الاتينولول الاتروفين دي يشتغل على الباراسمباتيك سيستم والاتينولول دي يشتغل على الادرينرجيك سيستم. واحد يسوي تكيكارديا والاخر يسوي بريكيكارديا بس كل واحد على السيستم. فاذا يعني اذا نجي نشوف الانتيدوت ما بيها فد افكت ويعني ميكانيزم اوف توكسيسيتي وحده different type of mechanism of action for different compounds. هاي فد اكزامبل عندنا كل ماده كل poison ممكن وياها الانتيدوت اللي وياها راح نشوف من هنا الافكت مالتها. وشلون يعني بيها different compound. الاستامينوفين اللي هو N-acetylcysteine. N-acetylcysteine راح ناخذها بالمحاضره مال الباراسيتامول هو precursor للجلوتاثيون. الجلوتاثيون هو يسوي conjugation ويا الميتابولايت الاكتيف ميتابولايت مال الاستامينوفين. الانتي كولينيرجيك راح ننطي فايزوستيجمين. فايزوستيجمين هي تسوي انهبيشن للاستايل كولين الثريات زيدنا الكميه مال الاستايل كولين على مود ترجع تكون نسبتها عاليه امام الانتي كولينيرجيك. الانتي كولين كوجيلانت الوارفرين ويا الفيتامين كي اللي هم يشتغلون على الكوجيليشن فاكتور. البنزودايازيبينز ويا فلامازيميد هذولك فارماكو دايناميك على الريسبتور. والبوتولينم بوتولينم والبوتولينم انتي توكسين هاي انتي بكتيريا هنا انتي بودي رياكشن. فمثل ما نشوف يعني اذا نرجع يعني الكالسيوم شانل بلوكر هو كالسيوم وهكذا. يعني اكو اكثر من ميكانيزم اوف اكشن للانتي بودي. فاحنا يعني هذا هو اكو هوايه اكو بالكتاب اكو صفحه كامله على الانتيدوت. هذه الرئيسيات اللي المفروض تعرفوها واللي يعني احب انه تطلعون عليها. يعني ويا الوقت هسه ان شاء الله راح ناخذها بالمحاضرات فراح تعرفوها. فاني يعني هذا هو اللي خلينا نقول
يعني اركز عليه واريد تكون بالاضافه الى اللي راح ناخذها بالمحاضرات القادمه. هاي يعني هنا احنا وصلنا لنهايه هاي المحاضره اللي هي تختص بالمانجمنت اوف توكسيسيتيز. انا شرحت عموما باي حاله توكسيسيتي باي كيس من تجي اكو يعني جنرال بروسيدرز ومانجمنت نعتمدها، وطبعا اكو سبيسيفيتي فور ايتش ون. يعني اللي هي سبيسيفيتي شنو؟ عاده قسم منها يعني مثلا تسوي اختناق فنحتاج الى مثلا اوكسجين، قسم لا قسم تسوي لنا افكت على الهار قسم اي وهكذا، لكن هي كلها من ضمن الخطوه الاولى الاي بي سي. اغلبيتها مثلا تحتاج الى بالخطوه الثانيه انه نمنع الابزوربشن من بعد ما صار انجستن، او نحتاج نزيد الاليمينيشن وننطي انتيدوت حسب نوع الماده. فيعني هذه المحاضره كلش مهمه، ارجو من الكل يعني الاهتمام بها ودراستها، لانه هي راح تسهل عمل دراسه المحاضرات القادمه ان شاء الله. وبالنهايه اشكركم على حسن الاستماع.